دابا حنا اخوتي جينا باش نصوروا لكم النهار. هذه هي الجرده ديال عين السردون. صراحه الجو زوين هنايا ياك السيد. الجو زوين، الجره زوينه وعمره بالماء. فيما مشيت غتسمع الصوت تاع الماء وراك واحد النافوره قدامنا اخوتي. هاي واحد النافوره هنايا اخوتي في عين السردون، صراحه زوينه بزاف كما كتشوفوا. صراحه يا سلام. صراحة خوتي عين السردون كتستحق الزيارة. يا سلام واحد المنظر، واو واو واو، يا سلام واعر بزاف. ولا لا يا سي يوسف، واش بان لك السي يوسف؟ والله اخويا الا خصكم تجيو تزوروا هاد النمل وبالضبط هاد عين السردون. عين السردون وراه موجود هنا الماء، موجود هنا وتقدر تريح هنا خمسة السوايع ستة السوايع ما يشدكش الملل نهائيا مع داك الصوت تاع الماء. بقا تسمعوا نافوره هنا نافوره الداح تطلع عاوتاني الفوق تلقى شي شلالات عاوتاني صغار. الصوت ديال العصافير، الصوت تاع العصافير، ها الشرادين، ها الزقازيق. المهم الجو هنا خوتي زوين بزاف. يا سلام سكون تزوروها ان شاء الله مره الاولى الثانيه الثالثه وما غاديش تملوا منه. صراحه زوينه بزاف، حتى الجو نقي والجو يا سلام. الجو صافي، شميسه زوينه، ما كاين لا ريح ما كاين لا برد ما كاين لا شمس حتى. المهم معتدل، طبيعه رابعه، طبيعه رابعه. هاي العين السردون اخوتي كيفاش كتبان بالنهار. هادو هما الشلالات ديال عين السردون. هاي الجرده اخوتي ديال عين السردون. هما راه كاينين جوج شلالات، الشلال الثاني لا تاع عبد الله، الشلال الثاني اخوتي وهذا الشلال الثاني. كاين كل الشلالات، هوب هاهي القصبة يا خوتي، كاينة في الفوق، هوب هاهي القصبة. إن شاء الله بقاو معنا باش تشوفوها بالنهار أخوتي. صراحة يا سلام.